بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا. هذا مستوى الأسئلة التاسعة من التعليم الأساسي في مادة الرياضيات، نخص به الجبر. أول درس هو أنشطة عددية، التعداد والحساب، من تقديم الأستاذ منير بشير. توكلوا على الله. نتعدوا إلى قابلية القسمة. قابلية القسمة على 2، العدد يكون قابل القسمة على 2 عندما يكون رقم الأحاد زوجي، يعني 0 أو 2 أو 4 أو 6 أو 8. قابل القسمة على 3 نجمع أرقام العدد، فإذا كان مضاعفنا 3 فإن هذا العدد يقبل القسمة على 3، وبالتالي يقبل عدد القسمة على 6 إذا كان يقبل القسمة على 2 وعلى 3 في نفس الوقت. نقوم بإجراء التمرين، ثم توقفوا الفيديو وتبدأوا تنزلوا، بعدها تلقوا الحل بسرعة بعد مواصلة الفيديو. ضع علامة قاطع ومقطوع أمام الخانة المناسبة. الأعداد أمامكم، إذا كان قابل القسمة على 2 تعمل إكس، إذا كان على 3 وبالتالي على 6. الحل الأعداد القابل القسمة على 2 هي توفى برقم زوجية 2 و 4. الأعداد اللي قابل القسمة على 3 مجموع أرقامه مضاعف إلى 6 لثلاثة، يعني 2022 نجمع 2 و 2 نقاو 6، 6 مضاعف 3. 2025 مجموع أرقامه 9، 9 مضاعف 3. الأعداد تقبل قسمة على 6 هي في نفس الوقت تقبل قسمة على 3، على 2 كما تراو هنا، وعلى 3 في نفس الوقت. قبل قسمة على 4، الأعداد تقبل قسمة على 4 هي الأعداد تقبل هي الأعداد المدفونة من الرقمين الأخرانيين، يكون عدد مضاعف لأربعة. هذوم هما مضاعفة الأربعة، كتبتهم من 0 إلى 96. العدد اللي يوفى برقمين هذوما يلزم يكون يقبل قسمة على أربعة، لأن مثلا أربعة 0 4 تلقاه 0 0 0 8، فهمتوا؟ باه. قبل القسمة على 3 مجموع أرقام العدد قلنا يكون قابل القسمة على مضاعف 3، العدد ذاك وقت يقبل القسمة على 4 على 3، والعدد يقبل القسمة على 12 هو في نفس الوقت يقبل القسمة على 3 وعلى 4 في نفس الوقت. نعمل التمرين، توقفوا الفيديو ثم تواصلوا إذا كان تحبوا على الحل. عدد الأعداد الخمسة 20 21 22 23 24 من هي تقبل القسمة على 3؟ قدام العدد نعمل قاطع مقطوع. ومن هي تقبل القسمة على 4؟ وبالتالي إذا كان يقبل القسمة على 3 و 4 في نفس الوقت، وقتها يقبل القسمة على 12. نشوف الحل. العدد تقبل القسمة على 3 نلقاه 21، خاطر 1 و 2 زيرو 3. العدد 24 4 و 2 6 كذلك يقبل القسمة على 3. العدد تقبل القسمة على 4 هي 20 و 24. فقط 24 يقبل القسمة على 12 لأنه يقبل القسمة على 3 وعلى 4 في نفس الوقت. قبل القسمة على 5، العدد يقبل القسمة على 5 يلزم رقم الأحاد نتاعو 0 أو 5. العدد يقبل القسمة على 3 مجموع أرقامه 3 وبالتالي يقبل القسمة على 3. والعدد يقبل القسمة على 15 يلزم يقبل القسمة على 3 وعلى 5 في نفس الوقت. تمرين، وقفوا الشريط باش بعدين تشوفوا الحل. تمرين 3، الأعداد قدامكم، حطوا قاطع مقطوع أمام الخانة اللي العدد يقبل القسمة على 3، ثم العدد يقبل القسمة على 5، وإذا كان يقبل على القسمة على 3 وعلى 5 في نفس الوقت يقبل القسمة على 15. الحل، الأعداد قدامكم على 3 2022 و 2025، العدد تقبل على 5 2025 لأنه ينتهي برقم 5، فقط 2025 يقبل القسمة على 15 لأنه يقبل القسمة على 3 وعلى 5 في نفس الوقت. تمرين 4، عندنا الأعداد قدامكم، فما يخص قابلية القسمة على 2 و 5 و 4 و 25 و 8 و 3 و 9 و 6 و 12 و 15. الأعداد الأربعة قدامكم، أنا العدد تقبل القسمة على 2 حتى نشوفه في الأخر نكملوا الجدول كامل. تفضلوا اخدموا وبعديش خدموا وعاودوا استرجعوا الشريط وشوفوا الحل. الحل، العدد تقبل القسمة على 2 هي توفي برقم زوجي 4 2 0. العدد تقبل قسمة على الأعداد اللي تقبل قسمة على 5 توفى برقم أحد 0 أو 5. العدد تقبل قسمة على 4 نشوفوا 84 تقبل قسمة على 4، إذا العدد كامل يقبل قسمة على 4. 72 يقبل قسمة على 4، 00 يقبل قسمة على 4، العدد كله يقبل قسمة على 4 وقتها.
25 العدد دي هو 75 وتصير صفر مضاعف دي 25 فهو يقسم على 25 العدد دي هو يقسم على 8 شوفوا 800 كيف ارقام يقبل قسم على 8 اذا العدد كله 697800 يقبل قسم على 4 على 8 العدد كله تقبل قسم على 3 لان مجموع ارقامه هذه تبدا هنا في الخانه الاخرانيه هذه مجموع ارقامه 30 21 18 30 كلها تقبل قسم على 3 فبالتالي العدد كله يقبل قسم على 3 ولكن 18 فقط هو مجموع ارقامه مضاعف ل 9 فهو يقسم على 9 هذا 100,314,270 على 12 يقبل قسم على 3 و 4 اهو 3 و 4 12 3 و 4 12 هذا يقبل قسم على 12 على 3 و 4 هذا يقبل قسم على 12 وكذلك 697,800 يقبل قسم على 12 لانه يقبل قسم على 3 وعلى 4 هذا 3 هذه 4 على 6 يقبل قسم على 2 و 3 اهو 2 و 3 هذا يقبل قسم على 3 ما يقبلش قسم على 2 فهو لا يقبل قسم على 6 هذا يقبل قسم على 6 لأنه يقبل قسم على 3 وعلى 2 في نفس الوقت على 15 3 و 5 3 و 5 أهو هذا 3 و 5 بينما هذوما كل يقبل قسم على 3 ما يقبلوش كل قسم على 15 لأنه لا تقبل قسم على 5 في نفس الوقت نواصلوا 85 ناخذ العدد هذايا بين ان اكس يقبل قسم على 12 اكس تساوي 3 قوة 59 مع 3 قوة 58 مع 3 قوة 57 مع 3 قوة 56 فضلوا بينوا ان هذا عدد يقبل قسم على 12 اوقفوا الشريط الحل اكس تساوي 3 قوة 59 يعني 56 مع 3 مع 3 قوة 58 يعني 3 قوة 56 مع 2 3 قوة 57 يعني 56 مع 1 خاصية القوة A قوة N مع 3 تساوي A قوة N في A قوة B 56 مع 3 يعني 3 قوة 56 في 3 قوة 3 3 قوة 56 مع 2 يعني 3 قوة 56 في 3 قوة 2 3 قوة 56 مع 1 يعني 3 قوة 56 في 3 قوة 1 و 3 قوة 56 تساوي 3 قوة 56 في 1 1 هو عدد إليمونات البولامينديبليكاسيون عنصر محايد لعملية الضرب في مجموعة الأعداد الحقيقية أو مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية هنا نحط في صيغة جداء 3 قوة 56 تتعاود مع شكون؟ تتعاود مع 3 قوة 3 تتعاود مع 3 قوة 2 تتعاود مع 3 قوة 1 تتعاود مع 3 مع 1 3 قوة 3 27 3 قوة 2 9 3 قوة 1 3 و 1 ونعيد كتابته مجموعة ذوما هو 40 تلاحظوا اللي 40 هو مضاعف ل 4 و 3 قوة 56 هو مضاعف ل 3 عدد X مضاعف ل 3 و 4 في نفس الوقت فهو عدد يقبل قسمة على 3 و 4 يعني يقبل قسمة على 12 بما أن X هو جذع عددين أحدهما مضاعف ل 3 والثاني مضاعف ل 4 فإن X هو مضاعف ل 12 لأنه يقبل قسمة على 3 و 4 في نفس الوقت وبالتالي فإن X يقبل قسمة على 12 التبيين نبدأ ديما بما أن فإن لأن التعليل لابد من التعليل لإثراء التبيين تبيين 6 عندنا دي 15 لديفيزيغ دو 15 هي مجموعة قواسم لعدد 15 دي 25 لديفيزيغ دو 25 هي مجموعة قواسم لعدد 25 نوجد كم مجموعة قواسم 15 كم معناتها كم من عدد في هذا كم من عنصر في هذه المجموعة كم من عدد في هذه المجموعة كم هو الكم العددي نوجد كم مجموعة قواسم 25 ثم نجد كم مجموعة دي 15 تقاطع دي 25 يعني ما هي عناصر كم هي عدد عناصر قواسم المشتركة ل 15 و 25 ثم كذلك نوجد كم مجموعة قواسم 15 اتحاد قواسم 25 تفضلوا اخدموا ثم يأتيكم الحل أوقفوا الشريط وأنجزوا التمرين الحل
15 لما نفككه إلى جداء عوامل أولية نجد أن 15 يساوي 3 قوت 1 5 قوت 1 على 3 بالخمسة. نقوم بجدول الضرب، نحصل على 1 و 3 و 5 و 15 هي قوس عدد 15، تتكون من 4 عناصر 1 و 3 و 5 و 15، فالأربعة هو كم مجموعة قوس 15. 25 لما نفككها إلى جداء عوامل أولية نجدها تساوي 5 قوت 2، 5 قوت 2 نجزئها 5 قوت 0 5 قوت 1 5 قوت 2، نجد قوس 25 هي 1 و 5 و 25، وبالتالي قوس 25 هي 1 و 5 و 25، و 3 هو عدد عناصر قوس 25، 3 هو كم مجموعة قوس 25. لدينا قوس 15 4 عناصر، قوس 25 3 عناصر. تقاطع نتاعهم يشتركوا في 1 و 5، إذا عنصران فقط. قوس 15 تقاطع قوس 25 تساوي 1 و 5، 2 هو كم هذه المجموعة، والاتحاد نتاعهم هي جميع عناصر كل مجموعة. قوس 15 اتحاد قوس 25 تتكون من 5 عناصر، إذا 5 هو كم مجموعة قوس 15 اتحاد قوس 25. 87 عائلة بها 6 أبناء، يوسف، مرام، سوار، بسام، فتحي وحياة. قرر الأب أن يسحب 3 منهم إلى مدينة العلوم، فكم يكون اختيار الأب إذا كان ما يسحب معه كان 3، هز معه كان 3 أبناء، كيفاش إمكانية الكل؟ أوقفوا الشريط وأنجزوا التمرين. الحل: توجد 18 إمكانية لاختيار 3 أبناء. أمامكم الحل: يوسف مع مرام ولا سوار، يوسف مع مرام وبسام، يوسف مع مرام وفتحي، يوسف مع مرام وحياة. نجي يوسف مع سوار وبسام، يوسف مع سوار وفتحي، يوسف مع سوار وحياة، يوسف بسام فتحي، يوسف بسام حياة، يوسف فتحي حياة، مرام سوار بسام، مرام سوار فتحي، مرام سوار حياة، مرام بسام فتحي، مرام بسام حياة، مرام بسام فتحي، سوار بسام حياة، وأخيرا بسام فتحي حياة. أشكر حسن متابعتكم، دمتم بخير وإلى اللقاء.